حاجي لك تقول اللي انت عايزه كله دلوقتي. بقر بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه زي ما انتم شايفين ذكوره. وانت هنروحوا نسالوا الاسعار ايه، ربنا يرزق الجميع ان شاء الله ويبارك لصاحب المال الطيب. اسم الكريم بقى ايه الاول؟ المتحدة لتجارة المواشي. المتحدة لتجارة المواشي. المعلم زكريا وهداني والمعلم محمد وهداني. المعلم زكريا وهداني. انواع المواشي. ايوه قول يا باشا اللي انت عايزه كله. انت قناة ايه؟ قناة يوميات سوق المواشي. قناة يوميات سوق المواشي. سوق المواشي. وربنا يخلينا الريس. ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تعالى بقى عرفنا الاسعار بقى كده. 95 ده عيد لذكر اهوت ب 9500 والفلاح منه ب 92 ونص. ده ب 9200 وعمره حوالي 7 شهور. والتاني ب 82 ونص. وده ب 8200 عمره حوالي 4 شهور. 900 100. اجل بسم الله ما شاء الله عليهم. هم يا جماعه ذكوره الفواخر يا جماعه تلاقاه عند الراجل اللي قال اسمه دلوقتي ده. والدنيا حلوه يا ريس. باين بسم الله ما شاء الله عليها. طب والعيد للبراون ده؟ ده لا اللي في ريحه ده. اي ب 55 بس. طب ارجع ورا ارجع ورا. عيد الهوات يا جماعه خالد بلاون بسم الله ما شاء الله عليه. ب 55 100. عرض الفواكه اهو يا جماعه بيقول ب 5500. عيد لوشه يجيب الرزق اهو مع راجل تاجر محترم اهو ربنا يرزقه ويسهل له الحال يا رب. ارزع رقمك بقى يا باشا. 010 رقم التليفون لو حد 30. لو اي حد عايز عروض مميزه زي ديت كده يتصل على 010 33 80 60 38. اي واحد يا جماعه عايز عيون بسم الله ما شاء الله عليها زي ديت كده يتصل على الرجل المحترم ده بيعرض لنا عروض مميزه ومحترمه هي على قناه يوميات سوق المواشي بالبحيره. عروض المتحده هي يا جماعه لتجاره المواشي. ربنا اولاد الحاج اسماعيل الورديان الورداني ربنا يبارك له يا رب. ابو المطامير يا جماعه العرب احسن ناس ربنا يبارك لهم يا رب. سعيده ابو المطامير سعيده ولا عرب؟ سعيده احسن ناس يا عم السعيده. باين بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه ربنا يرزق الجميع ان شاء الله ويبارك لكل الناس. صباح الفل يا عم الحاج. صباح العسل. اي واحد يا جماعه بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا برجاء الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا اكبر قدر ممكن من الفيديوهات. اي واحد عايز يتابعنا على الفيسبوك صفحه قناه يوميات سوق المواشي بترحب بكل الناس. اي واحد بيعجبه الفيديوهات بتاعتنا يا جماعه شير للفيديو عشان ننتشر اكتر ونقدر نوصل لاكبر قدر ممكن من الفيديوهات. الحمد لله قناه يوميات سوق المواشي بفضل ربنا الاول وبفضل مجهودات كل الناس المتعاونه مع قناه يوميات سوق المواشي رقم واحد في مصر. بنبحث عن التميز، بنبحث عن المصداقية، بنبحث على كل تاجر محترم بيعرض لنا بأسعار محترمة تليق بمشاهدي ومتابعي قناة يوميات سوق المواشي والبحيرة. بنشكركم كلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.